viel Essen drin. Ich طب دكتور بالنسبة طب دكتور هو في الامتحان كل سؤال مطالبين احنا نرسم من عندنا الرسمه، ولا حضرتك هتقول لنا في الامتحان احنا عايزين الرسمه بتاعه الموضوع؟ يعني مثلا ايه هنتكلم مثلا عن حاجه في البروتوزوا او الترماتود او اي سؤال هيبقى مطالبين مثلا نكتب مثلا احنا من عندنا الاجز مثلا او اللارفا او كده، ولا حضرتك في الامتحان هتقولي مثلا دياجرام نيدد واحنا هنكتب بين قوسين ويز ليبلز، وده بالذات سؤال الدايجنوستكس او لو كلمه فرانك ستيج دايجنوستك ستيج باثولوجينيك ستيج، بس هي مينلي دايجنوستك ستيج، لان انا بسالك على حاجه هتشوفيها في عينه جالك في المعمل، فعشان لما اشوفها في المعمل اشخص، فهو سؤال الدايجنوستكس ده اللي لازم ارسم فيه ستيج. في انهي برضه حته في الدايركت دايجنوستكس اللي هو ستول يورين تحت الميكروسكوب، مش بقى في الدايركت ولا الاي سي ار ولا يعني هو ده يعني كل الاسئله مش هنرسم فيها غير لو انت طلبتي سؤال لايف سايكل او الدايجنوستكس. انا هبقى كاتبه لكم في العنوان اضافه برضو ان انا اوتوماتيك عارف ان سؤال اللايف سايكل او سؤال الدايجنوستكس عموما يبقى فيه رسم او سؤال لوحده فيه رسومات. اه يعني اقول مثلا ارسمي مثلا الباثولوجيك ستيج بتاعت كذا. شكرا يا دكتور. عايز تست واحد كانش مكتوب ليبلز، كانش مكتوب دايجرامز. ما هي برضه هحطلكوا على كل سؤال عايزه فيه دايجرام ما بين الزوجين. يعني هو امتحان اخر سنه زي نص السنه؟ لازم ام سي كيو وجيف ريزون و لايف سايكل لايف سايكل كومبليت تو فولس تو فولس لو معطيك جنب جاستيفاي يعني يبرر هي صح ليه وغلط ليه، عشان ما يبقاش حد جايبها عشوائي كده ومش فاهم يتساوى باللي فات. يعني هو هيجي نفس الأسئلة بتاعت السنة اللي فاتت، هي نفس النظام يعني. واحدة بتزور واحدة بتلبس، دول أربع حاجتين عندك، أرثروبوت مش مطالبة
اللايف سايكل بس. بس مطالب اعرف هي كومبليت انكومبليت ميتامورفوز هي اسئله ام سي كيو كومبليت اوبجكت. يعني كويستشن 2 جيف شورت نوتس اون قول اللي تعرفه بقى ميديكال امبورتنس اوف فلايز تقسم انواعها وكل واحده بتنقل ايه يا اما هي نفسها بتعمل انفيجن بديزيز اسمها المره واكتب معاها الميزز برضو يعني يعني من هنا مصر حكينا ورا ده سؤال هو كبير بس هيبقى مضبوط الميزز ممكن جاست اسهم كده انواعه تاني يا اسود واحده فلايت ملف treatment of scabies زي ده كده النهارده complications of ascariasis natural complication على طول يعني في الكومبليكيشنز ما اقولش بقيت الباثولوجي ولا اقولهم ما دول كل يعني اجيب بروتوزوا فيها كذا وكذا فيها كلمه بارازايتس او اي بقى شرط كلهم يعني لا مش كل كلهم فورس اربعه كاتب اربعه ركز على العنوان الرئيسي ما تنطوش ركز على التايتل بتاع الكويستشن كويس اربعه خلاص تحت عايزهم كلهم بروتوزوا عايزهم كلهم الناس براحتك دول ثلاثه بلد بارازايتس تتبع Parasites causing eye lesion. أي حتة في الأي بقى. كل الحتة بتاعت الأوربن دول. أفسرهولوجي. حاجة بتاعت جلطة مايزس. أي حاجة هتيجي بتاع رمض بسبب parasites. هنا. Question 4 diagnosis of. يعني حرسم. ليه؟ بس المفروض أنا عارف إن كده diagnosis of دي أتلكت كويس في أي stage أشوف. ما استخسرش ما نعقص الاسم
وارسم معايا. الدواء. الاختلاف في نفس عناوين الأسئلة يعني نفس التايتل. هي فيست ولا لا كان مجنون ماشي. النهارده بقى نكمل ارثوذكس اخر محاضره. هنبتدي بحاجه اسمها فليز او البلاستيك. سوري اليومين دول هو قصه الفليز. اليومين دول ناس بليلينج انشينج باكيولز فيكال هيموريدج مش عارفين السبب بتاعها. هي ممكن يبقى الفيز، ممكن تبقى الرجل ستيشن، ممكن تبقى اورجانيزمز تعملي ديزيزز كتير. طيور هيجي بمزاج ايه؟ كان طلعوا كانوا بيمتحنوا فوق باين حاجه مش راح اعمل وبيمتحن برضه تقريبا. واحنا اتطردنا حتى لو البيت دوت جود هايجين والناس نظيفه كل حاجه، اصل حاجه البراميديات ما تدوريش بعدين جامبي بمسافات عاليه ممكن جاست الغسيل مشهور على الخط مع شويه الخماسين والتراب. كل يومين دول تلاقي الملايات والبيوت نفسها ينطوا فيها براميد تيجي للناس حتى لو هم عندهم جود هايجين في الايه؟ في البيت عندهم. انتوا هتقابلوا كتير قوي وانتوا في النيابه. Thank you.
بلاد ساك، بلاد ساك اللي ياخد البلاد مين بتاعته وينط يستخبى تاني في حته ثانيه، يبقى تيمبرري اكتو بارازايت مؤقت اللي هو بلاد ساك، سواء ميل سواء فيميل يحب النص ده من الانسان وعايشين عليه، مش زي الموسكيتو والفيميل بس اللي النص ده عشان يبقوا في بوزيشن، لا هنا ميل وفيميل غذاء رئيسي ده. طيب ليه بتاكدي قوي ان هو تيمبرري اكتو بارازايت الانسان؟ قالك لان مقارنه بالفيل برغيث بتاعت الحيوانات، الحيوانات بيبقى عندها فروه تقيله وشعر تقيل، فالبرغوث بيفضل يبقى بيرمننت اكتو بارازايت لانه هيستخبى في وسط الفرو ما يبانش، الحيوان مش هيبقى ايه شايف، انما احنا عندنا احنا السكين بتاعنا ليس هيل، فانت لو شايف نقطه سوداء واقفه على جلدك انت اكيد هتنشفها او تزقها، عشان كده بيبقى تيمبرري اكتو بارازايت في البني ادم. طيب بدايه الليجن ده بيبقى عباره عن ايه؟ اللي هو جاست بانكتد هيمورج، نقطة دم حمراء كده مكان البايتنج والبروبوسس اللي داخل البوكا اللي داخل نص شوية دم ده. بعد كده تبدأ تورم خلال نص ساعة، خمس دقايق، نص ساعة، تلاقي الحتة دي ورمت ويبدأ بقى إحساس اتشنج سنسيشن، بعد ما يبقى البرغوت مشي واستخبى خلاص. البرايتس بيبقى دايما موجود وبعدين يقلب بحتة بابيلي، بابيول صغيرة جامده تبقى هاردن في خلال 12 ل 24 ساعه. تمام؟ ده بيبقى منظر الليجنز، الليجنز ده تقويه كومن جدا هيجيلكم في العيادات الجلديه، منظر البقع والبطش الحمراء دي، نقطه صغيره دم في النص على حته ويك محمره، وشويه لو اتاخر يوم ولا حاجه على المعدة يبقى بابيول جامده زي دي. ماشي اهو. دي بقى اكتر موجود في الحته بتاعت السكين كريز، حتت التقنيه، الحتت اللي متغطيه عند الاساتذه بتاعت الهدوم، الاساتذه بتاعت الشرابات، حته بتبقى مدريه في نفس الوقت البرغوث يفضل يستخبى فيها ويعرف ياخد البلاد ميل بتاعها، فبتلاقي دايما في الحتت المحززه بتاعت الجلد دي بابيوت هي بتبدا تظهر. بالذات لو اطفال بيبقى عندهم لسه سنسيفتي عاليه مش واخدين على القرص دوت، فبتلاقي السنسيفتي والاتشنج عندهم بيبقى عالي قوي. طبعا الطفل يبدا يهرش يعمل اتشنج فيبدا يعور يعمل سكارينج للليجنز البابيولز اللي اتعملت دي يعورها، فمن لا سكن البكتيريا الانفكشن. الناس الهايبر سنسيتيف ممكن تقلب عندهم باسكر لايك، تلاقي في زي نيكروتيك هيمورج وفي كراست ناشفه كده مكان الليجن بتاعت البراغيت دي، فدي بتبقى على حسب السنسيتيفيتي بتاع الشخص وبتاع الاتشنج. غير البايكنج بتاعها اللي بيعمل البرايتس ده، ممكن في نوع من الفلي مخصوص بيعيش وسط الرمل اسمه شيبو فلي، شيبو او ساند فلي مكان العيش بتاعتها الرمل، او شيبو اسمها هي. الفيميل بتاعها بالذات هي ليها قصه لوحدها، بتبقى ده المنظر بتاعها، بتبقى بوينت جدا اسمها مدبب قوي، لان هي بتحب تتحشر اندر التو نيلز بتاعت ضفر الرجل كده، تبدا تندفس في الحته دي محميه من العوامل الخارجيه، وتبدا تاكل النكروتيك ماتيريال والجلد الميت اللي تحت الضوافر. بعد تبقى اوريدي كنترايز وتبدا تسماس وولي نفخ جدا، بتبقى مليانه بالايز بتاعها وعامله بروفوجن البوستيريور اند بتاعتها من الليجن، علشان تبدا تعمل اوفي بوزيشن في الرمل، واحد لابس صندل مفتوح، واحد حافي اساسا بيتاكل في الصحراء، فتبدا هي عايشه مستخبيه وبتاكل تحت الضهر وهو ماشي عماله تنزل الايجز عشان تكمل اللايف سايكل بتاعها ما توقفش. وتبقى برضه مشهوره ما بين العساكر وما بين المنسلين بتاعتين واللي في الصحراء بقى والبترول والحاجات دي، بيبقى طول الليل مثلا بايت في خيمه ولا في حته صحراء، البوت بتاعه قلع البوت تنط فيه الشيبو فيه من دول، هو يلبس تاني شرابه والبوت بتاعه، هي تروح داخله في الايه؟ اندر نيل، اشتغل طول اليوم وهي عماله تاكل في المنطقه بتاعت التوز ديت وعماله تنتهي بالورم والمنظر ده، تلاقي فيري بينك وسويلينج في الاور سيرفيس بتاع التوز او اندر النيلز في الحته دي، تلاقي باستيول ابيض وفي وسطه نقطه سوداء. ليه؟ لان هي بتبدا تعمل نيكروز وانفلاميشن في الحته دي وسكن البكتيريا انفكشن. ايه النقطه السوداء اللي في النص دي؟ البوستيريور اند بتاعتها اللي هي مطلعاها كنترولينج عشان تكمل ايج ديبوزيشن. تمام؟ طيب يحصل ايه بقى المشكلة؟ علشان اشخصها بداية البلاك بورشن ده بتاع الفلي موجود في السكين سيرفيس، خلاص دي علامة ان دوت شيبو، ديت سان فلي. التريتمنت
لازم نعمل سيرجيكال ريموفال ليها، بيبقى طبيعه باستيور فيري بينفول، وما ينفعش في جاست من تعمل غيار ودريسنج وانتيسيبتيك عشان هي موجوده اساسا. لا لازم سيرجيكال ريموفال، تشيل كل الحته اللي جوه الماتيريال دي، ممكن تشيل الضغط كله على بعضه اساسا يبقى شبه الجروينج نيل كده، بتشيل المنطقه دي كلها وبعدين بعدها تحط اللوكال انتيسيبتيك والدريسنج وتعمل غيار على التوب. تالت حاجة ميديكال امبورتنس ان في ده الباركود ده هينقلني بقى مايكرو اورجانيزم تاني. اشهر حاجة في الفليس الراد فلي بيبقى عايش على الشعر والفروة دايما بتاع الراتس وبتاع المايس. ففي ديزيزز كتيرة قوي بتبقى اساسا زونوتيك وبتاع راتس ورودنت بتتنقل للانسان. بتتنقل للانسان بسبب ايه؟ بسبب ان الراد فلي الباركود بتاع الفردة بينط على البني ادم. طيب امتى هينط على البني ادم وهو اساسا عشته انه بياكل او بيشرب دم بتاع حيوان؟ قال لك لما يبدا يتنقل في الفران دي مرض بيعمل لهم صوره كده شوطه الفران دي كلها تموت. حاجه مرض اتنقل لهم موت الفران دي كلها. البرغوث نفس فهو عايش على ده بيرمننت اكتوبرازايت. الهوست بتاعه ده مات هيفضل يجاوب على نفسه؟ لا بيضطر ساعتها انه بريفير بقى ياخد بلاد مين من البني. اشهر حاجه من دول التعرض او بليد اللي كان شايف في اليوم السادس والحاجات دي. ده التعرض ده بيبقى مرض البليد دوت او الموت الاسود بلاد ديس مشهور قوي تلاقي الفلاحين من دول يعرفوا امتى جت شروطه من التعرض. يدخل ينزل الغيط بتاعه او المزرعه بتاعته ويبدا يلاقي جثث فئران كتيره وسط وسط المزارع. يبدا يلاقي حوالين البيوت في الارياف فئران كتيره ميته يقول لك اخ مفيش شروط تعرض. تبتدي البلاغيت تنط شايل البليت اللي هي السينيا ليستس اللي كانت في دم الفردة موجودة دلوقتي بقى في الماوث بتاع الفلي وفي الجت بتاعه في الميد جت. تحب تعمل موتيفيكيشن في الميد جت ويعمل موتيفيكيشن لغاية ما يعمل بلوك، يعمل بلوك ضخمة زي فيلا كده يقفل الجت بتاعه. هتلاقي البلاغيت زي المجنون زي السان فلي لو تفتكر سان فلار بياكل لحمة ياكل دم بس بطنه مسدودة وما بيعملش كومبليت دايجيشن للضغط من دي. فتلاقيه عمال يتنقل من شخص لشخص لشخص عمال يمص دم نفسه يشبع وهو مش عارف يشبع. بس في الحركة اللي بيعملها دي بيعمل ايه؟ بينقله بقى الكل. ياخد كمية دم ويدخل تغسل معدته او الميد جاست بتاعه يحصل الجرافيتيشن في نفس المكان تاني. بس للأسف الجرافيتيشن ده مليان المرة دي باليرسينيا بيستس او البليت. تمام؟ فبيفتح لوحده. ماشي يا جماعه. اشهر الكيتسيا بتتنقل عن طريق الفليس حاجه اسمها ريكيتسيا تايفي. زمان كانوا بيسموها ريكيتسيا موسير عشان الجزء ده بيبقى فيه حفظ اكتر منه يعني مش حاجه تتكلم. ريكيتسيا موسيري او تايفي دي بتعمل حاجه اسمها نيورين فران برضه. كلمه نيورين ديت رمز للفران. حاجه اسمها نيورين اندلك تايفس. نيورين اندلك تايفس. دايما هتلاقي فليس مرتبط بكلمة اندمك على عكس اللايف او الدم اللي هناخده بعد كده دايما بيقلل حاجات الايبي ديب. تمام؟ ريكيتسيا تايف بتعمل اندمك نيورين تايفوس. حاجه اسمها ريكيتسيا بروفازيكي لانها الماني شكلها عكس الماني فالدبليو زي البولكس فاجيا كده دبليو بتتنطق بالالماني بي. ريكيتسيا بروفازيكي دي بتعمل حاجه اسمها ايبيديميك تايفوس. ده الاكسبشن الوحيد كلمه ايبيديما هنا في الفليس. واخر حاجه اسمها ريكيتسيا فيلس. اللي بتعمل حاجه اسمها فلي بون سبوتد فيفر. كلمه سبوتد فيفر ديت يبقى حاجه بتعمل كيموتيك هيموراج في السكين. ما دام كلمه سبوتد يبقى ديزيز هيبان في مانيفستيشن على شكل سكين هيموراج وسبوتس اوف بلاد على السكين.
ميسي خلصناهم. في انواع برضه بكتيريا بقى، بكتيريا تريكا بينقلها الفليس على حاجه اسمها الباستوريو تولرنسس، بتعمل فيسيس اسمه تولريا ده. تاني حاجه اسمها بارتونيلا هانسلن، بتعمل كيل سكراتش ديزيز. دي بتبقى بكتيريا موجوده تحت الضوافر بتاع الكاتس، بتنقل عن طريق حاجتين، يا اما لو مربيه قطه فرفشت فيا او اي قطه في الشارع فبتنقلي من تحت ضوافرها على طول البكتيريا. الفلي بربوط بتاع القطه دي مص دم منها وبعدين نط على البني ادم نقل له البكتيريا دي في الضوافر بتاعه. اخر حاجه سالمونيلا انتريديدس، دي بتعمل نوع من السالمونيلوز. السالمونيلوز بس دي عن طريق الجش، في ناس نط في الاكل انت اكلته فهينقل لك السالمونيلا دي زي بقيه انواع السالمونيلا في البلد. بس بتاع تريدز. اخر حاجه الماتيك ايه؟ بارازايتس، دي حاجات احنا حافظينها اساسا. الثلاثه الاخوات هيعملوا لك اسنان، هيعملوا لك تمبيوتا والاي بي تي القرايه. نانا يبقى اكيد اللي هيكلها بالكود اساسا بتاع الهيومن، هيومن فلي. الدمنيوتا دي اساسا بارازايت بتاع رودنت، فيبقى هنقلها اساسا الفلي بتاع الرودنت. اخر حاجه دايبيديا متناينا بتاع قطط وكلاب، يبقى اكيد اللي هيكلها البرغوت اللي كان عايش على طول القطه. او تاني حاجه اللايس او البوتيكيلوزس للاسف. انا دورتكم اكتر حاجات بتعملوها ان ياخدوا الاطفال ايام في الجنين، ست ايام قبلها ولا بنتها، او ممكن المدرسه كمان جايه في الفصل كله، لانه بيبقى بيتنقل من دايركت كونتاكت من طفل لطفل، نشط نشط طاقيه لطاقيه. دلوقتي التطور هي حتى بتاعت عيد ميلاد البلاستيك التافهه دي، عيد ميلاد وطاقيه من ده لده لده، واحد منهم للاسف كان مأمن رخ، تلاقي الفصل كله ايه؟ شوطه من البكتيريوسس بالقلب الشعر. كابيديميولوجي ده برضه كوزموبوليتان موجود اوفرز وورد، حتى في حتى في الديفلوبينج كانترز ما بيفرقش. اللايف سايكل بتاعه المره دي بقى لا، محتاجين كومبليت ميتامورفوزس. الايج هتفقس ويلدة صغيرة شبه القلط خالص، بس صغيرة في الحجم وسيكشوالي اماتشور. بسميها كلمة اسمها نمف. نمف نمف. وبعد كده النمف دي هتكبر وتبقى ماتشور سيكشوالي وتبقى قلط سبيتش، سواء ايه سواء فيميل حسب الجينيتيك ماتيريال اللي كانت شايفها. عادي يا دكتور. طب هو برضه لازم يدور كل المحيط. هو بيشتغل وبيجي هو دي اللي دي اللي وحشه دمها ما شغله دي مش كده البكتيريوزس. لا دي اللي هو عليك البارازايت. في حاجه زياده بقى هو غيرنا انتو البارازايت بيلزق ما يطلعش من الفورس موفمنت بالعافيه، يا اما هو يموت يا بني ادم يموت. فعشان يفضل لازق كده على شعر الشخص دوت، علشان اصلا يبقى غيرنا انتو البارازايت لازم يمشي في حته الهير بتاعها كثيف عشان يتدارى زي الجاتولين بتاع الحيوانات. طيب هيبقى اكيد بقى هيشتري فين؟ في حته الشعار كتير في البني ادم سكارب اساسا. اكتر حاجه الاكزيلا والبيوبك ايريا.
تمام؟ هي دي الكتل بتاع سكين اللي فيه هير كثيف وتقيل وستيف، شعرايه تخينه تشيل اساسا الحشره الكامله. انت كنت شايفينها من غير كورسات، انتوا شايفينها اساسا يجي نص سنتي صح؟ 6 مللي. وبالذات لو يبقى معاك لو الفاينل اند بتاعت الليجز بتاعته شايفين هنا مخلب زي بتاعت الكابوريا والوجولاب، عشان يمسك على الشعرايه يثبت فيها بالمنظر ده، فيضمن ان هو بيرمننت اكتوبارازايت ما يطلعش. كمان علشان هو هيبقى بيرمننت اكتوبارازايت مش عايز يروح لحد تاني اساسا، يبقى لازم يكمل بقيه اللايف سايكل بالكامل على الشخص ده. فالاكز بتاعته ساعه ما يحصل لها اوفي بوزيشن يحط حواليها سيمنت ماتيريال بالمنظر ده، ماده اسمنتيه تلزق الشعرايه تبقى ستيكي، اللي هو بيسموها النتس، ماده تلزق الشعرايه في الايج كده عشان تفضل ما تقعش من على الشعر. طيب الشعر هتلاقيها الايج اوبركيوليتد، ليها راس كده زي التاج، غطا كده زي التاج. ليه؟ عشان ساعه ما تبقى خلاص ماتيور والحشره اللي جواها مستعده تطلع اللي هي النمف، الغطا ده يتفتح وتبدا النمف زي ما انتوا شايفين لزقت الشعر كده. وانس فقست الايج دي تبدا تطلع منها النمف تزحف وتكمل المسار على الشعر. لازقه هنا الغطا ده يتفتح يطلع منها نمف صغيره تبدا تزحف لان حوالين الشعر بتفوز الجنب بتاعها. بما اني مش هتنقل لكائن حي تاني يبقى حتى النمف دي هتتغذى هي كمان على البلاط، يعني مش قدامها حاجه تانيه تاكل منها. فعشان كده الكلوروس بيبقى مع سيفير انيميا او في درجه انيميا عاليه، لان النمف والقضب ميل او في ميل بيتغذوا على الدم بتاع السكالب او السكين اللي هم عايشينها. طيب ايه الميديكال امبورتنس؟ قال لك الاول شخصيه انفكشن بالحشره دي، كلمه انفستيشن دي هتلاحظوها مش انفكشن، انفستيشن دي يبقى اكتر في الاكتوبرازات، معناها انها حاجه لازقه على الجسم من بره. انفكشن اكتر بتبقى حاجه في الديب تيشو سيستماتيك، تمام؟ يبقى انفستيشن حاجه لازقه على سطح الجسم. وجود الحشره دي على سطح الجسم عماله تقص دم بيعمل لي ديزيز اسمه بيديكيلوزس او فاجابوند ديزيز، مرض الناس الهوملس الناس المتشردين. فجابوند مش متشردين، مرض التشرد. طيب تاني حاجه البيديكيلوزس او الامر ده ممكن يبقى فيكتور لكذا بكتيريا او فيروس او ريكيتسيا. بيعمل ايه؟ دايما بيبقى في صوره ايبيديمكس زي ما انا قلت لكم، الاورجانيزم بيعمل ايبيديمك ديزيزز. تاني حاجه بيبقى موجود اكتر في الديفلوبينج وورلد، وبيبقى لي حاجه اسمها بارتونيلا. بارتونيلا زمان كان يبقى اسمها ريكيتسيا كين تاني. بارتونيلا بيعمل حاجه اسمها تريتش فيفر. كلمة ترنش بندور عليها في المعجم يقول لك خندق، دي اسمها هم الخنادق، كانت بتبقى مشهورة قوي أيام الحرب العالمية التانية. العساكر والضباط في الحروب ومش عارف ايه، يبقى خنادق رمل كده ومستخبيين من الأعداء والمبتدئين، هم مدخولين من الرمل أصلا مش باينين. يبقى في بيديكيلوزس كتيرة، يبدأ يتنقل من شخص لشخص، فتلاقي المعسكر ده بالخندق ده على بعضه جالهم شوطة كده فيبر، واتنقلوا للمستشفى العسكري بتاع الميدان أو المستشفى الميداني. يطلع ايه؟ اتنقل ما بينهم ايبيديميك شوطت بيديكيلوزس، نقلت لهم الريكيتسيا التانية ديت وعملت لهم الفيفر ديت، عشان كده كانت مشهوره في الحروب. تاني حاجه ريكيتسيا بروفازيكي بتعمل برضه ايبيديميك تايفس، وكانت مشهوره برضه انها كان فيفر وكمان جيل فيفر. المعسكرات الحربيه برضه كان فيفر او جيل في ما بين المساجين. ناس بقى عايشه مرصاصه جنب بعضها، بقى عايشين في السجن ويروحوا الصبح يكسروا في المحاجر حجاره ومش عارف ايه ويرجعوا يناموا على الخيش وبطاطين مش نظيفه، برده نفس الحكايه. قبل يتنقل من شخص لشخص ينقل في كل العنبر بتاع السجن دوت الريكيتسيا البروفازيكي ده اللي بتعمل الكام فيه. تالت حاجه حاجه اسمها بوريليا ريفرانتيس، خدتوها في بكتيريا سبايرو كيكس، بتبقى بكتيريا ضخمه وحلزونيه كده بتعمل بنتريشن زي الحلزون كده اللي هو بيجبر لحد ما يعمل تيشو بنتريشن. يعمل لي برضه ايبيديميك لاوز بوم ريلاكسنج فيفر. ايبيديميك ريلاكسنج فيفر. الكيلوزس دي يبقى ايبيديميك وريلاكسنج
الهيد لاوس وده الاشهر اللي بيجيبها بوسط الاطفال بي ما بين شعرهم، والتاني هو بيوبك لايس اللي بيجي بقى في البيوبك هير. تمام، يبقى اسمه كراب او بيوبك لايس اللي هو فايروس كيوبس على اسم المنطقه. هو بيبقى منظره كراب ليه؟ كراب شبه شبه الكابوريا، بيبقى مور كوندنسد، السيجمنت بتاعه بتبقى اقصر وجسمه بيبقى اعرض ويحب يعيش في البيوبك اريا. وكونه موجود في البيوبك اريا اعرف ان هو هيعمل لي حاجتين زياده عن كل انواع البيوبس. ممكن يبقى سيكشوال ترانسميتد، يعني هي دي الحته بتاع الجروين بتاعت الديزيز من الميل للفيميل والعكس من البيوبك هير. وتاني حاجه الست دي الهومليس المتشرده اللي عندها البيوبس في البيوبك اريا دي لو بتولد طفل مع التراكشن بتاعت الولاده والهير الملوث بتاع البيوبك اريا دي، الطفل وهو بيتولد ممكن عينه تتفتح والطفل ما يبقاش عنده هير على شعره الا في حته واحده. شعر ايه؟ الشعر الستيف اللي الطفل بيبقى مولود بيه، اللاشز الرموش بتاعته. فممكن يتنقل البيبيكراس سايرس بيوبس ديت من البيوبك هير بتاع الام للاشز بتاعت الطفل، تقفش بنفس الكلوز بتاعها الضخمه دي في اللاش، بس اللاش بتاعها ضعيف ممكن تلاقيه مالي يتلوي ما يستحملش طوق الحشره دي، فيبدا يحصل الطفل ده رابنج لاش، الرمش بتاعه ملوي وكل شويه اديتيشن للكونجنتايف، فتلاقيها جايه بعدها 10 ايام اسبوعين بتاع الرمق، الولد عينه محمره وعمال يعيط ويطلع سكريشنز من عينيه. يدقق شويه العدسه كبيره شايفين كل واحده سودا من دول واحده سايرس بيوبس ملويه الرموش خالص تحتها، يكبر بعدس كده شايفين جميل هنا حاجه على فوق. Thank you.
يبدأ البيشنت ده عنده سيفير برايتس عمليه وشكر
فتحه الجلد للعوار دي تبدا تدخل لك بكتيريا في البلود ستريم وفي الليمفاتكس، فتلاقي اقرب ليمف نودز تلاقيها مكلكعه. تلاقي الست تقول لك الولد رقبته مليانه كلاكيه، ليه؟ يحصل ليمف دي ما بسيط بسبب السبتسيميا اللي دخلت من السكين ليجنز اللي عملها القلب قبل كده وشويه فيفر كمان اسوشيتد فيه. طيب اشخصه ازاي؟ حشره الضغط ممكن جاست بالهاند لينس عدسه مكبره بسيطه كده تبقى فيجوالايز، يا اما القطط نفسه يا اما النتس او الاكس الملزقه بالسيمن ماتيريال متلبسه في كل شعر. بداوا يبقى يستهلوا برضه علشان الدكتور مش عارف يفني في العيان يعني. فقال لك ايه؟ في الاكس دي لان هي فلوريس كاركتر تضوي ضوء فلوريسنت، فبيستعملوا الفا فايلوت لايت بيبقى معاه حاجه كده زي حاجه بتعمل سكاننج كده، جهاز بيعمل سكاننج ويطلع الفا فايلوت، فهيلاقي نقط مزرقه كده بتعمل فلوريسنت لايت تحت السكاننج بروب ده، فيبقى خلاص هيلقطوا بسهوله وفي نفس الوقت يحمي الدكتور عشان مفيش حاجه يتنط عليه ويجي نقله البرفكشن. فمن بعيد كده يلاقي شعر الولد بيدور نقط صغيره كده يفهم ان ديت فعلا اللاكس. اهو شايفين منظر القبض الكروز ده لاصق الشعرايه، وبتحط الايج وتدبسها وتلزقها في السينا الماتيريا دي ما تقعش خالص. طيب الفكره بقى في العلاج، تعالج الطفل دوت ازاي؟ اول حاجه لازم فورس فور الموفمنت عن طريق فايف كيس لحوم. المشط الضيق ده الولد شعره يتغسل ويتبلل كويس ويبدا المشط ده فورس اكستراكشن، المسافات ما بين المشط ده تبقى ضيقه جدا على نص سنتي، فاكيد الادلت ميل في ميل النمف نفسه كمان هيتخلع في المشط ده. وبعد تاني حاجه بابيا دو في الكوربوس الصلاه دي كونتاميشن تتغسل كويس تتنقع في ميه سخنه ميه سخنه مولعه عشان تقتل الادلت ستيجز ديت. وبعد كده هبدا اعالج السكين ليجن ديت بس عن طريق حاجه تونك، حاجه هتتحط على الشعر او على الجلد اشهر الادويه الجابا بنزين دي هيكس كلورايد، جابا بنزين هيكس كلورايد تركيزه 1%، عشان لو الدوز زادت عن كده او البرسنت زادت عن كده يحصل الطفل ده توكسيستي، يبقى جلدهم مرعية ابزوربشن كميه كبيره في الدم يحصل له توكسيستي. فاونلي 1% جابا بنزين هيكس كلورايد لوشن او شامبو مشهور في صيدلات اسمها لندان او حاجه اسمها برمسرين 1% برضه مشهور برضه باسم نيكس. وبدأ يعملوا منه كريم، الكريم ده الام الاب تجيبه للطفل تحط كريم ده كميات كبيره على شعره تبيته ليله يقتل اي نمف او اي ادلت ستيج موجود على شعره. وده دلوقتي هو دراج اوف تشويس النكس ده بقى يعني اكتر واحد دلوقتي في الشغل. برضه في حاجه اسمها بايرسين بيز شامبو الريد ده 3% بايرسين مع 3% بيبرونيل بوتوكسايد، ده كومباينيشن وبس ولهم نفس الامبورتنس بتاع النكس، هو والنكس واخدين الابر هاند دلوقتي في السوق. في ملاسايون لوشن 5% اوفيد ده الاسم البرتغالي، ده بيبقى في ريزيستنت كيسز مره واثنين وثلاثه والطفل دوت ما اتعالجش يبقى ده عنده نوع ريزيستنت، يبقى انت هتتنقل له في الملاسايون. الملاسايون ده في كليه زراعه بتقوم من انواع المبيدات الحشريه بتاعت التربه، عشان كده بيستعملوه بنسبه 5%. التربه بيبقى طبعا بنسب اعلى من 20% وعشان كده ما بتلجاش ليه غير في الريزيستنت كيسز. ودلوقتي بدا كمان يوصلوا لايفرميكتين. ايفرميكتين داخل نافع عن مين؟ نياريتو فلورايسس هتخلى النيماتودز والارثروبودز قرايب، هما الاثنين عيله النيماتيسيرا الحاجات اللي بتتقشر من بعضها. فبداوا يجربوا الدراجز بتاعت النيماتودز في الارثروبود والعكس، فلقوا ايفرميكتين جاب تاثير برضه على البريكيلوزس وبيعرف يعالجه. لو في سكند بكتيريال انفكشن الايفرميكتين ده 10% وافتكروا اللي احنا هنقوله برضه مع الجرب سكيبس. انتي بايوتيك لو في سكند بكتيريال انفكشن في البوستيولز والبيكروسايز سولا بي ريبيتد ليه؟ عشان الاكز اللي لسه شويه برافو تفكس تطلع بيها. فانت لازم توصي الام اسبوعين ثلاثة وتعيد نفس الريجيمين تاني عشان اللي فقس ايه هو كمان يتقتل وما يحصلش صورة والبطن الباكس كلمتين بصوت عنهم خالص. لما خدنا اكزامبل لواحدة من الباكس في الترم الأولاني احنا
انفستيشن بيها، تبقى انفستيشن يعني ايه؟
يعني على الجلد اكتوبرازايت. هي واحد فيروس، اثنين بكتيريا، هي معاش، وتكسي دي من اي، من واحد سنة تحتوي
سبب اللي اتلمست فيها تبدا تبقى سوولينج جدا، فتلاقي الحته دي ما كانتش
السلايفا اللي اتحطت تعمل انتنس بروكتس ودرماتايتس ويحصل سويلنج جامد جدا في المنطقه دي بسبب الاديما اللي اتجمعت من الالرجيك رياكشن اجينست النوع دوت من المايكروبس. تالت واحده ده بتعمل اوكيوبيشنال ديزيز. في نوع معين من المايت بيصاحب كل حيوان، يعني تلاقي الشيكنز تلاقي مثلا الفرنجيه يجي لهم الالرجيك انفستيشن دي، تلاقي المايتس دي لازقه في ناحات الطيور في الريش بتاعهم، فيبدا الشخص اللي بيتعامل مع الانيمال دوت تتنقل له المايت بتاعته وتعمل له الالرجيك انفستيشن في السكين. بعضها بيمشي شرش الجبن تشيز مايت، فتلاقي الراجل البقال اللي كل شويه ده يدخل يجيب لنا صفايح الجبنه والشرش ومش عارف ايه تتنقل له المايت دي في السكين بتاعته، يجي له الجروسري درماتايتس بسبب المايت بتاع الايه؟ المايت دي. حتى الكوبرا تعابين الناس الرفاعيه اللي بيربوا تعابين دي ليها مايتس معينه، فتلاقي ممكن يجي له الرجل انفستيشن بسبب المايت بتاع التعابين دي. ده بيبقى العلاج بتاعه 1% جاما بنزل هيكساكلورايد اونتر او لوشن، بيبقى النوع بيعمل نوع من كولينج للسكين وانستيزيا اكتر من انه علاج، اللي هي شويه قديمة والرجل هتخف الوجع. فجاست بيبقى كولنت وانستيزيا ابلكيشن. الهير فوليكل مايت بقى اللي اسمها ديمودكس فوليكلورا دي بتعيش في السبيشال كلاب بتاع الهير فوليكل، هي غذائها الرئيسي السيبا او الماده الدهنيه اللي موجوده في الهير فوليكل بالمنظر ده، هي اللونجيتيون الطويله دي تبدا تسحب من السكين سيرفس تدخل في البور بتاع الهير فتحه في الجلد اللي شعرها طالعه منها وتتركز وتتخزن في السبيشال كلاب اللي على مدى الشعرات وتعمل مالتيبليكيشن بقى بكميه كبيره. فشويه يبدا مع الانفلاميشن يحصل شويه فايبروزس يتقفل خالص الفتحه بتاعت الشعرايه، يبدا السيبم السكريشنز مكمل الجلاند شغال، السيبم يتجمع لحد ما يعمل للشخص تبقى سبيشال جلاند مليانه كده ويعمل السكين بارجالس الاكني او الاكني بارجالس في الايه؟ في الهرم. ده برضه العلاج بتاعه بيبقى 1% جاما بنزل هيكساكلورايد، بيبقى انف جدا ان هو يهدد المايتس دي ويحصل ريليس ويطلع السيبر الزياده دوت. ماشي ده منظرها اهي، لو الماده دي طلعت من الكوليكين لو خصصتها تحت الميكروسكوب هتلاقي كميه سيبر وتلاقي الحشره ديت موجوده، يبقى تفهم ان هي كانت بسبب الديبوليتس والكلورا. برضه كيف الثوراكس مضغوطه الراس مع الثوراكس مع بعض، وبما انها اراكنيده بلاقي فور بير اوبليكس اربعه يمين واربعه شمال وبعدين ورا سيجمنتد ابدون اللي بتبقى لونجيتيودنال بالمنظر ده. شايفين كل ده؟ واحد اثنين ثلاثه ثلاثه ديبوليتس وواحده هيرا، كل دول محشورين جوه في الدماغ. ليه معششين زي دي؟ عاملين عيب. اهو شايفين دي واحده جريتهم هتشوف كميه كل واحده زرقاء اصابع من دول، واحده ديبوليتس مالية سبيشال جلاند والهير فوليكل بتسحب عجلة الحاجة اللي يدخل في الكور. آخر حاجة بقى عندنا في المنحة اللي هي الاتش مايت أو الساركوكس ستافياي اللي بيعمل لي أشهر ديزيز اسمه سكينز، ده من أشهر التيشو أرثروبيك. هبتدي برضه لو جاي سؤال سكينز ده أو الديفينيشن ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن كونتاجوس يعني معدي بيبقى هاي كونتاجوس، لا من شخص لشخص بسهوله جدا من جاست بالتاتش بوينت بتاخده بسبب الانفستيشن بالسكين دوت او سكين برمي بيحفر كمان في الكراتين ماتيريال او الطبقه الميته الخارجيه بتاعت الجلد دي بين سبكوتس سكابياي ادلت اتش مايت. الابيديميولوجي ده موجود وورلد وايد برضه سواء بالديفلوب سواء بالديفلوب كونتس مش فارق مع مين، لانه بيعتمد على الحتت اللي هي اوفر كراودد بالذات في الانستيتيوتس نيرسينج هومز اللي هي الحضانات جيرياتريك هاوس دار مسنين بريزونز سايكاتريك هوسبيتال عنبر بتاع مستشفى نفسي ناس عندها باد هايجين وبالتالي يتنقل ما بينهم السكوتس بسهوله جدا. وبما انه برضه بيجي عن طريق الانتي كونتاكت او السكين كونتاكت ممكن يبقى من السيكشوال ترانسميتد ديزيز برضه ما بين الناس الهوملس اللي عندهم اساسا باد هايجين وباد مورالز. باثوجينيسيس بتاعته قلق
البيشنت المال بيموت والفيمال هي اللي بتكمل بارلي بتبدا تاخد في السكيل وتكمل في الديد تيشن. الطبقه الخارجيه اللي هي اسمها ترايكا كورنيا بتكمل في السكيل وعماله بتنزل اكس وراها في الطنل، هي عماله تحفر لتحت وكل الطنل او الخندق اللي وراها في الجلد ده مليان بحاجتين اكس وفيسز. الفيسز والسكريشنز اللي هي بتطلعها دي تبدا تبقى ابزوربد الديبر لاير تعمل اريتيشن للنيرف اندنج والنيرف فايبرز في السكيل ده. فتلاقي البيشنت ده بيعاني من سيفير كورايتس بسبب الماتيريال اللي ابزوربت. والسيمبتومز بتبقى ميجي بسبب الرجيك رياكشن للابزوربت توكسينز اللي طلعت منها ديت، وتبدا تعمل بعد كده ديليد سيل ميجيتد انفلاميشن ريسبونس للالرجي. الاي جي اي يبقى موجود في السيرم بتاع البيشنت ده مكان كمان لو في الحته اللي فيها انفكشن. طيب المودل انفكشن قلنا ايه؟ لونج تايم كونتاكت، اثنين نايمين جنب بعض او يوم كونتامينيتد وتلبس الثاني، كونتامينيتد كلوز ولينز وشيت، او سيكشوال كونتاكت، او بادرز نوت ديزيز. في سابورتس سكابيال بيبقى عايش على الفروه بتاعت الارانب والارانب والرودنت، فلو في كونتاكت بين بالذات الارانب اكتر حاجه يعني حتى في السكشن الفارما اللي بقى في الحياه منظر الفي بايت مقارنه بمنظر
سكيبس اتفقنا في بايت ليه طاقه الهيمرج في النص حوالين بقعه حمراء وردي او وي بس بتبقى فلات طاقه البدايه صوره الفري بايت بتبقى فلات انما السكيبس بيبقى المنظر دوت بيبدا على طول بالبيلد لاكس بيبقى بارز من اول في نوع بيجي في الاطفال بيبقى اسمه اكروباستيولوجيا ده بيبقى اكتر ايه الاطفال اللي بيجيلهم رؤيه في السكيبس بينتشر في جسمهم مش بس في الحته دي بقى هو طفل جلد كل رؤيه فتلاقيه بينتشر اوفر ضغط اخر حاجه اسمها كراست سكيبس او نرويجيان سكيبس او ما يكشفوها في بلد النرويج ده بيجي فين في الميوكوبلومايز الناس اللي مناعتها قليله فانا الرياكشن بتاع السكيبس ده بيبقى ديلي تايمز ان بيجي ده هيبقى زيت الخلايا دي لو مضروبه عند البيشنت اللي هنا كومبرومايز يبدا السكيبس يحصل بروتين يستشري قوي في الجلد فبيبقى سدير اول اوفر ذا بودي الناس اللي هنا كومبرومايز الناس الجريات بتاع الراجل وفي نفس الوقت المشكله الثانيه بيعمل هايبر كيراتينيزيشن في الجلد تلاقي السكين السكين من كثر الاريتيشن والانفكشن اللي فيه بيحمي نفسه بايه؟ زي الشوز الضيقه اللي بتلبسها هايبر كيراتينيزيشن تلاقي كده ناس اتعمل محترم كده في الشوز الضيقه مكان الشوز الضيقه دي نفس الحكايه من كثر السكين اريتيشن تلاقي البيشنت ده السكين بتاعه يبقى هايبر كيراتينايزد المنظر ده ومليان ريدجز ولاير تخينه خالص تمام؟ فتلاقي انفكشن تقيله جدا الكراست التخينه دي هايلي انفكشنز اللي حواليه بس المشكله الثانيه ان البيشنت ده ما بيبقاش عنده اتش يعني ما بيبقاش بيشتكيش اساسا ان هو بيمرش جامد ليه؟ لان طبقه الجلد بتتخن جدا في الحته الديد اير فعلى ما التوكسيك او الميتابولايت يبقى ابزوربت ما بيوصلش للنرف اير فتلاقي البيشنت ده الكراتيريا بتاعته كده هايلي كراست ليجنز المنظر ده ده خلي اسم كراست سكيبس اميون كومبرومايز وما عندوش اتش فبالتالي بيبقى بهايلي كونتاجوس اللي حواليه انه عنده كميات بشعه من ايه؟ مايتس في الهايبر كراتينايز ارياز دي يبقى سكيني راش سلايت اتشي وسيكنس الكراست بتاعت السكين دي تمام؟ وبيبقى صعب جدا في الاراديكيشن بتاع انت على ما تدي توبيكال دراج بيبقى ابزوربت في كل السكين التخين الميت ده يبقى صعب جدا. عشان كده لما نشوف اللاين تريتمنت في النوع ده بالذات بتديك حاجتين، توبيكال من بره بتدي سيستماتيك هايبر اكتيف ابزوربت في البلاد فيبقى بيغذي الجلد من تحت كمان من البلاد كابيلاريز. فتلاقي الدواء طالعله من على السيرفس وداخله من تحت من الدم علشان يحلق على كميه المايتس الكتيره دي. بشخصه ازاي؟ بيبقى في كاركترستيك ليجنز اللي بالبرز والخنادق اللي ماشيه في الجلد ده ممكن ما اشوفهاش كويس. تحط نقطة حبر على جلد البيشنت ده. فالحبر الملون الأزرق أو الأحمر أو الفايولت ده هيبقى أبزوربت في الخروم بتاع البرز، هتلاقي الخروم دي اتشعبت وباين لك خطوط زرقاء كده على الجلد بتاعك. افهم إن دي تانز بتاعت الميرمايند. أو تبدأ تاخد من السكين بس تبقى كوشس جدا، لابس كذا جوانت على بعض، تبدأ تعمل سكرابينج للسكين، تاخد السكينز المعشرة اللي على السطح دي وتحطها على سلايد ازاز وتحط بوتاسيوم هيدروكسيد 10% يدوب شويه الكراتين ده وبعد كده تحط نقطه اويل نقطه ايودين وتفحص تحت الميكروسكوب تبدا هتلاقي في ليل مايتس سبورتس سكابيولاري الاكزيت بتاعتها تحت الميكروسكوب زي الصوره اللي عندكم تمام بس عشان تعمل سبريدنج للسكين دوت كويس تحط نقطه اويل بس ان شاء الله بيشرب الاويل علشان السكرابس ديت ما تنتشرش في الحته اللي انت بتعمل فيها اكزامينيشن وتنقل المايتس وتبقى الحكايه ملزقه قش ملزق على المشرط اللي انت بتقشر بيه وتنقلها على طول تمسحها على العدس على السلايد الازاز فما تنقلش الانفكشن في الحته اللي تمام ده اساسا انت كمان ممكن تشخص من بدري بالكاركترستيك ايه؟ اريز جاي لك في الريست جاي لك في الفينجر ويبس في الباتكس تحت البريست يبقى انت خلاص عارف انت ايه هتبقى سكيبس تحت الميكروسكوب هتلاقي منظر المايتس بالمنظر ده كيف الوصول في الابدومن وتلاقي الاجزاء حواليها والبيسز بتاعتها. هعالجها ازاي؟ بما انها بيرمننت اكتوبارازايت زيها زي القلب يبقى لازم اساسا الحشره دي تبقى اكستراكتد من الجلد بتاعك. لازم اشيل
بس كونها مدفونه في الديد لايرز بتاعت السكين يبقى الفيشل ده الاول لازم تسلقه. تسلقه ازاي؟ كومباس حمام دش سخن جدا مع انتنسيف سكرابينج، ليفه محترمه بقى ولا فرشه يعني ايه؟ كل قش تخ تخ بقى الجلد الدنيا سخن، حمام سخن وصابون وصلفه، يبقى حتى صلفه سخن صابون وفي كبريت، فالكبريت له خاصيه التقشير اساسي، هتلاقي الجلد مش ده ممكن يتسلق فعلا بجد يتسلخ. سكراب ميه سخنه تفقفق جلد والفرشه عماله كده، والصابون اللي فيه كبريت ده بيعمل اكسفوليشن اساسا، صابون تقشير، فتلاقي التانلز دي تتفتح تمام؟ يطلع وهو لسه حمام سخن كده توبيكال تريتمنت على طول، يلعب حسب مش ده قدام وورا وفوق وتحت. بايه بقى؟ ديرمسلين 5% 5% المره دي، ده حاجه في الصيدليات اسمه جيلي حاجه اسمها ايميت تمام؟ برضه جالنا بنزل ميكس كلورايد 1% اللي هو الليندان، بس دوت بلاش في الميلز البريجننت او اللاكتيتنج، يبقى هاي ابزوربنت وممكن يتنقل اللبن البيبي اللي هي بترضعه، يبقى توكسيك ليه ممكن يعمل له نيورولوجيكال ديزيز تمام؟ وبرضه البيشنت بتاع نيورولوجيكال ديزيز ده بيبقى ابزوربنت في النيرف اندنج وبيوقف الاسبارتولين سكريشن، فده ممنوع في يا اما في البريجننت واللاكتيتنج او في النيورولوجيكال بيشنت. في برضه دراج اسمه بروتاميتون 10% ده بيبقى حنين شويه على جلد الاطفال، فالبروتامين دوت اكتر في الاطفال الصغيرين، وطبعا الصلفه 6% سواء اوينمنت او سواء صابونه علشان يعمل الاكسبوليشن ده، بس جيت عرفته وبتبقى ممتازه جدا، فالناس اللي بتخليه فضيحه بقى ما اعرفش مش هتلاقي يعني يفضل ريحته لمده طويله، عشان كده ما بيفضلوش بسبب الريحه والريحه بتاعته. طب حد كراست سكيبس اللي مش حاسس دوت وعنده كراست تخينه، هدي نفس الريجيم اللي فات بالاضافه اني اعمل ناخد الابلكيشن كذا مره بالنسبه 5% عيد الريجيم كذا مره، وهدي كمان معاه كراتوليتيك ايجنت ماده تقشر الجلد اكتر علشان اشيل الكراست التخينه اللي اتكونت دي زي 6% ساليك اسيد، وممكن كمان هدي برضو السيستميك اي فارت ميكرو، يبقى من الدم من جوه وتوبيكال بيرميثرين كذا مره بالاضافه لكراتوليتيك ماده تقشر توبيكال علشان تفتح التنس. مشكلته ان هو هيعدي الناس اللي حواليه، يبقى لازم كل هدوم البيشنت ده والملايات واي حاجه هو لابسها بوينج للكلوزز والبيت شيتس علشان اعمل دي كونتامينشن، لا ترجع له تاني ولا ترجع للناس اللي عاشت معاه تمام؟ السكيلز مهم جدا هو البيكلوزز نركز عليها والمايس ماشي يا جماعه. دي ورقه هي تجميع عملية احنا مرينا عليها بطول مستخدم زي فرايز وشاب زينو فيلم. هتيجي كده ورقة معايا هي مايلد ولا مودريت ولا سيفير، فجاست انوميريشن. يا تقرا تجميع عن الورق يا انت اكثر تكون في ذاكرتك انت عارف ايه اللي هي بتقول. الزونوتيك ديزيز هتلاقوا في درس اسمه زونوتيك ديزيز ده نتنشر. ده مرض يا اما موجود في الحيوانات وهيتنقل عن من الحيوان للانسان سواء بالكونتاكت سواء بالانجشن، هيقول لك انواع الزنوتك المختلفه والجامز فيها مختلفه، كل اللي احنا خدناه بقى هيتكلم عن اللحمه الاكسوبلازما البيض تمام؟ حاجه زي السكيبس بتاعت المرض ده اللي بيتنقل عن طريق فروه الحيوان اللي انت قطبت عليه ولا حاجه تمام؟ يبقى ده زنوتك ديزيز تجميع دول على بعض. اخر حاجه انا برضه الحاجات اللي بتعمل كارسينوجينيس الميكانيزم بتاع هي اشهرها كانت الشيستوزوما فيما توبيا وعرفنا هي كانت سكوين مصر كارسينوما في يورينري بلادر اشهرها، فده برضه من الحاجات المهمه اللي يعتبر تجميع يا اما تقراها من التجميع يا اما انت اوريدي اثناء السنه عمال بتقرا فرازات معينه عن الكارسينوجينس ازاي حضرتك صفحه 237 الايزينوفيليا 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 الزيوفيليا الزيوفيليا صفحة 237 الدراجز اللي ورا دي هي اللي احنا بنقول السنة عمالين ماشيين بيها، اللي عنده فضول انه يقرا الدراج ده قتل البارازايت ازاي يبقى يقراه، ما كانش يبقى حاجة يعني على الله تراجع يبقى الكتاب عمله عشان لما بعد كده تعمل دراسة ولا مش عارف ايه تبقى فاهم هو بيشتغل ازاي،
الكارسينوجينيسيس دي ممكن تبقى صفحه 240 والبارازايت والكارسينوجينيسيس صفحه 240 وصفحه 237. I'm sure.
الارثروبوت تخسر وقت، الارثروبوت تبقى نسبه حلوه من الامتحان وسؤال مضمون. فمعلش هي الحاجات اللي هي الفيكتور فورمي دي اللي عايزه تكرار شويه في الكلاس. الديزيز السهله تشو ارثروبوت كديزيز سهله كلمتين بتفهموها وتريتمنت الدوز السهل. فالمجهود الوحيد هيتعمل في الكلاس بالذات هي التكس، التكس واللايف والتكس والبليد واللايس. انما معظم بتاعت المسكيتوز واللايس انت اوريدي وديتها على مدار السنه في البارازايتس الثانيه. السيكونس بتاع كونجنتا توكس بلازموزس. ما تنطش بقى كونجنتا الانومالي. لا يا اما من اول الستيب بيرس الابورشن او هيتولد بكونجنتا الانومالي او هيتولد طبيعي ومع الادوليسنس هيحصل له كده كده كده. تمام؟ سؤال اربعه. Diagnosis of ما كناش كاتبين migraines. بس ده معناه ان انا ما ارسمش؟ لا المفروض انا مخي متثبت اساسا لكلمه diagnosis دي يبقى في diagnostic stage لازم اروح نازلها بسرعه. فاشيوليزس جرانيلوماتس اميبك انتوكوليتس واخر حاجه الفيسترال لارفا migraines. هو الفحص هو كان دايما الكورتيزون مسافه اقل شويه من بقيه الهيلز. خلاص انت ذاكرت وحسيت عليها شويه في الترم الاولاني. نصيبها بيقل شويه بس ستيل هتخبط فيها شبكه. وبرضه ما نهملهاش ان هي يعني ريتش في الشبكه كتير يعني لازم تسال فيها كتير. كويستشن 5 كومبليت ذا فولوينج ستيتمنت. الفرق اللي هو في الكتاب ان انا في راس الاجابه اكتب واحد ايه الكلمه. واحد بي الكلمه ما تتعبش نفسك الجمله كلها مش بس انت ركز بس واكتب رقم الاجابه رقم الاجابه صح واكتب الكلمه عشان هو فراغ. وسؤال تاني كلامك ساعات بيجي لك سؤال ترو وفولس بس هتلاقي اخر خلاص السؤال جاستيفاي بررنا تكون واحد خبطها صح خبطها غلط بصدفه. فجاستيفاي ده ان انت يا اما هتصلح الكلمه الغلط او تكتب اصلا ريزون جمله كده بس ليه الجمله دي غلط. يعني هي ما بتكتبلي تصحيح يعني بارازايت مكان بارازايت خلاص يبقى الجمله بقت صح ان فلان اللي بيعمل كذا. يعني مثلا ايه؟ ان التينيا سوجينادا بتعمل اوتو انفكشن او بتعمل سيسس الكوفيد يبقى غلط لان ايه؟ التينيا سوجيا اللي بتعمل مش تينيا سوجينادا. تمام؟ او التينيا سوجينادا ما فيهاش اوتو انفكشن صح اعمل اقرب لذهنك. في كيس ستادي هتلاقي سيناريو زي اللي كتب كويس كده فلان جالك سيناريو كذا عنده كذا كده 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 ممكن يبقى فيه انفستيجيشن وبعد كده نعم ممكن على حسب الصفحه معايا تنسيق الامتحان فيه او مش كلام ممكن يبقى واضح مش هتشتغل طول العمر. تمام؟ وبعدين ثلاث اسئله زي ما كتب كويس كده قال لك ديزيز والبارازايت يبقى انا هكتب الديزيز لوحده لو له اسم لوحده يعني مثلا ايه؟ انت ميبا هيستولوجيكا والكلام السيناريو المؤمبك ليفر اكسس. يبقى اكتبي ان ديزيز امبك ليفر اكسس بسبب مين؟ يعني كلمه امبك ديت واسعه عندنا امبيبات كتير. بسبب انت ميبا هيستولوجيكا. تمام؟ هنشوف السؤال اللي بعده مثلا ازاي اعمل كونفرميشن للدايجنوزس؟ انا اكتب الستيبس بتاع الدايجنوزس. واخر حاجه سؤال بتاع تريتمنت. اكتب اسم الدراج. لو في ريبيتيشن ليه يا ريت تكتب ان في ريبيتيشن بعد كذا كذا. في سيرجيكال اكتب سيرجيكال. في كورتيزون انفلاميشن فظيع وانا عايز احل على الانفلاميشن عشان البيشنت يعيش اكتب الكورتيزون. جايد لاينز اوت لاينز كده بس للايه؟ للعلاج. يعني يا دكتور لما يبقى في كذا دراج لنفس الحاجه. حاطط كذا دراج. وبعدين هي عندك تسعة 10 ام سي كيو 10 ام سي كيو وتركز في الستيب بتاعك هو دايما بيبقى وان انسر ان شاء الله هي جاست وان انسر. تمام؟ بس تركز في الستيب يعني ممكن تلاقي السؤال مثلا ايه؟ ان ماتود كوزنج كذا ولقيت من الشيك على التريماتود اللي تحت يعني السؤال هو بيقول لك ايه ماتود ايه؟ ممكن تلاقي مثلا كلهم اوبورتيونيستك تحت بس عنوان السؤال بيقول لك اوبورتيونيستك بروتوزوم أو opportunistic نيلاتون
متجاوبه اصلا يبقى مش حاسه ان المدوده اللي تحت هي اللي هتبقى ايه اوبورتيونست بقى. فركز دايما في عنوان السؤال اللي جاي ماشي. فور الكيس ده في الماتشور ستيج. السؤال الثالث نمبرين فور نمبرين فور دي بقى معانا اول واحده هو اللي الدكتوره لاحظت الستيل نفسه ده انومريت فور وبعد كده بلوك برزاتس تقول ايه ده انا هكتب المنهج كله يا ابني انا كتبت فور هتكتب اربعه صح هتبدا تخرف وتخف سته غلط تزود الدش اثنين بقى هتبقى لا هتبقى على دماغك فانت هتكتب اربعه خلاص اثنين يعني هو برضه هناك فور برزاتس بلوك اكتب اربعه صح ما تدلوينش وتوسوس وتبدا تخرف وتزود وتكون اربع اخطاء انا او غيري هنبدا نصعب ونتنفس يبقى انت ما انتش فاهم ما انتش عارف يبقى انت هتبقى اربعه خلاص اثنين تمام. هنا ما بين قوسين قال لك سبيسيفاي لوكيشن بلاد برازايت كده وخلاص في البلازما ولا في الار بي سي ولا في الوايت بلاد سيل يبقى اعرف ان نص الدرجه بتبقى في المكان بلازموديوم يبقى اكتب في الار بي سي ريبانوسوم يبقى في البلازما توكسوبلازما يبقى في الهيموفايتس. اه اسمه مكان اسمه مكان مريض هو اسم البرز. انا حط انا اقول انا كنت الدكتور الدكتور الفن هو عايزني السؤال ان انت اشرح لي اكسبلين المايتش كتبت يعني ما اشرحش التست يا دكتور خالص في اي دايجنوزس غير لو جه شرط نفس ان شاء الله.
بس هو مش موضع اسئله.